بسم الله تسحب الآلام، بسم الله تسحب الآلام من أسفل الظهر إلى أسفل القدم اليسار، بسم الله تسحب الآلام من أسفل الظهر إلى أسفل القدم اليسار. أقسمت بالله العلي العظيم على كل عارض من مس أو سحر أو عين أو حسد أن يسحب الضرر وينتقل إلى أسفل القدم طاعة لله. بسم الله يعالج أسفل الظهر بالكامل طاعة لله. بسم الله يعالج أسفل الظهر بالكامل طاعة لله وتسكن الآلام وتختفي نهائيا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وفجرنا فيها من العيون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأنعام حرمنا ظهورها وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم بسم الله تختفي الآلام الآن طاعة لله بسم الله تختفي الآلام من أسفل الظهر طاعة لله بسم الله تختفي الآلام من أسفل الظهر طاعة لله بسم الله يسحب أي ألم من أسفل الظهر ويختفي نهائيا طاعة لله بسم الله يسحب أي ألم أسفل الظهر ويختفي نهائيا طاعة لله بسم الله بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله بسم الله تسحب الآلام بسم الله تسحب الآلام من أسفل الظهر إلى أسفل القدم اليسار بسم الله تسحب الآلام من أسفل الظهر إلى أسفل القدم اليسار أقسمت بالله العلي العظيم على كل عارض من مس أو سحر أو عين أو حسد أن يسحب الضرر وينتقل إلى أسفل القدم طاعة لله بسم الله يعالج أسفل الظهر بالكامل طاعة لله بسم الله يعالج أسفل الظهر بالكامل طاعة لله وتسكن الآلام وتختفي نهائيا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها بسم الله الرحمن الرحيم
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. بسم الله تختفي الآلام الآن طاعة لله. بسم الله تختفي الآلام من أسفل الظهر طاعة لله. بسم الله تختفي الآلام من أسفل الظهر طاعة لله. بسم الله يسحب أي ألم من أسفل الظهر ويختفي نهائيا طاعة لله. بسم الله يسحب أي ألم أسفل الظهر ويختفي نهائيا طاعة لله. بسم الله بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.